It's a fibrocystic disease in breast. Cyst enlargements and epitheliosis, من epithelial enlargement with atypia. الاتيبيا طبعا لازم نسوي نكبر العدسة على مود تبين الاتيبيا هسه بعد شوية. Characterized by large cystic space with dense fibrosis and solid proliferation of epithelial cell. Atypia may occur or not. هسه خلينا ناخذ ندور على الاتيبيا. هاي لو شوين باو نشوف اكو هاي اللارج سيل اللي هي هاي اللي صار بها اتيبيا اللي صار خلال اللوب لوبيلر. بس خلينا نرجع ناخذ النفر على السلايد. خاف يجي الامتحان. احنا نقدر نميزه من هاي اللوبيولات اللي متجمعه على الصفحه. هاي عندنا داكت صاير بيها ابيثيليال شويه ابيثيليوسز اكثر من 2 لاير. هاي السيست والسيست صاير بيها اللارجمنت. هاي خلصت.